ما هو مرض أديسون؟ يمثل مرض أديسون اضطرابا يصيب الغدة الكظرية بما يؤثر في قدرتها على إنتاج هرموني الأدولتسيرون والكورتيزول، وبالتالي فإن مستويات هذه الهرمونات في الجسم تكون دون المستوى الطبيعي، وتجدر الإشارة إلى أن مرض أديسون يعتبر نادر الحدوث، إذ يؤثر في 60 إلى 80 شخصا بين كل مليون نسمة. وفي هذا السياق يشار إلى أن الغدة الكظرية تمثل إحدى الغدد الصماء في الجسم، وتوجد في جسم الإنسان غدتان كظريتان، بحيث تقع كل غدة منها فوق كل كلية. وفي الحقيقة تتكون الغدة الكظرية من جزئين رئيسيين، حيث يعرف الجزء الخارجي منها بالقشرة الكظرية، بينما يطلق على الجزء الداخلي نخاع أو لب الغدة الكظرية. وفي الحقيقة يعنى كل جزء منها بإفرازات هرمونية معينة، إذ تفرز القشرة الكظرية الهرمونات القشرية المعدنية، وأبرزها هرمون الألدوستيرون، والهرمونات القشرية السكرية تحديدا هرمون الكورتيزول والكورتيكوستيرون، كما تنتج كميات قليلة من الهرمونات الجنسية المعروفة بالأندروجينات، في حين أن لب الغدة الكظرية ينتج بشكل رئيسي هرموني الإبينفرين والنورايبينفرين. وبشكل عام فإن هرمونات القشرة الكظرية تعنى بالتحكم بنظام المناعة وعمليات الأيض في جسم الإنسان، في حين أن هرمونات نخاع الكظرية تتولى مهمة السيطرة على استجابة الجسم تجاه الإجهاد والضغوط، فيما يعرف باستجابة الكر والفر The response of fight or flight. وفي سياق الحديث عن مرض أديسون وهرمونات الغدة الكظرية وآلية تنظيم إفرازها، يشار إلى أن القشرة الكظرية تمثل أحد أجزاء المحور الوطائي النخامي الكظري، إذ يتضمن هذا المحور تحفيز إفراز الهرمون الموجه لقشر الكظر من الغدة النخامية عن طريق تحت المهاد، بحيث يحفز الهرمون الموجه لقشر الكظر قشرة الكظرية لإنتاج هرموناتها، في حين أن نخاع الكظرية يتم تنظيمه عن طريق المسار النخاعي الودي، إذ يتضمن هذا المسار تحفيز نخاع الكظرية لإفراز هرموناته عن طريق الإشارات أو النبضات التي يتم إرسالها من قبل تحت المهاد عبر العصبونات من النخاع الشوكي الصدري. قد تختلف أعراض الإصابة بمرض أديسون تبعا لمرحلة من المرض، ففي المراحل المبكرة منه تتشابه الأعراض إلى درجة كبيرة مع تلك المصاحبة للحالات الصحية الأخرى كالإنفلونزا، بحيث يتضمن ذلك الشعور بالتعب والإرهاق وضعف العضلات وفقدان الشهية وفقدان الوزن غير المبرر وزيادة الشعور بالعطش، وقد يصاحب ذلك أيضا اضطراب المزاج، وتجدر الإشارة إلى زيادة شدة أعراض مرض إديسون وظهور أعراض أخرى مع تقدم المرض، بحيث يتضمن ذلك الشعور بالإنهاك والدوخة والإغماءات والتشنجات. وقد تظهر مناطق صغيرة على الجلد ذات لون غامق، أو قد يعاني الشخص من ظهور الشفاه واللثة بلون داكن. من الجدير بالذكر توفر العلاجات التي تمكن من السيطرة على الأعراض وتقلل احتمالية تطور المضاعفات، مع ضرورة التأكيد على أن معظم المصابين بمرض أديسون يعيشون حياة طبيعية إلى حد ما عند تلقيهم العلاج كما يصفه الطبيب. وتعزى الإصابة في معظم حالات مرض إديسون إلى مهاجمة الجهاز المناعي للغدة الكظرية في جسم الإنسان، كما لو أنها بكتيريا أو فيروس ضار تعرض له الجسم. وتشير الدراسات التي نشرت في مجلة The Journal of Preclinical and Clinical Research أن ما نسبته من 75 إلى 80% تقريبا من حالات الإصابة بمرض إديسون في الدول المتقدمة ناتج عن مهاجمة الجهاز المناعي للغدة الكظرية، في حين أن ما نسبته من 7 إلى 20% من حالات المعاناة من مرض إديسون هي ناتجة عن الإصابة بمرض السل. ومع ذلك يعد السل سببا رئيسيا للإصابة بمرض إديسون في بعض الدول النامية. في حالات نادرة من الممكن أن يعاني المصاب بمرض إديسون من نوبة حادة تنخفض فيها مستويات الكورتيزول بشكل كبير، ويجدر تلقي الرعاية الطبية الفورية عند المعاناة من هذه النوبة الأديسونية، لأنها قابلة للعلاج، في حين أن تركها دون علاج قد يسبب مشاكل وخيمة.
وبشكل عام تتمثل أعراض هذه الحالة بالتعب الشديد والهذيان والارتباك والغثيان والتقيؤ وفقدان الوعي. وتوجد العديد من عوامل الخطر التي تلعب دورا في حدوث النوبة الكظرية الأديسونية، وهي الجفاف الشديد أي عدم شرب الماء، والخضوع للتخدير العام، إصابات الجسد كحوادث السير أو الحوادث التي تؤثر نفسيا في المصاب، مضاعفات الحمل والتعرض لمشاكل عاطفية، انخفاض مستوى السكر في الدم عند المصابين بمرض السكري، استخدام استرويدات لفترة زمنية طويلة أو إيقاف استخدامها بشكل مفاجئ. للسيطرة على مرض أديسون، يجدر بالمصابين بأمراض المناعة الذاتية التوجه للطبيب لتأكيد تشخيص حالتهم واتخاذ الإجراءات التي تمكن من السيطرة على هذه الأعراض وتقليل احتمالية تطور المرض. وفي هذا السياق يشار إلى أن السيطرة على مرض أديسون قد تتم بوصف أنواع معينة من الأدوية مدى الحياة، بما في ذلك العلاج بالهرمونات البديلة. وهناك من النصائح والإرشادات التي يجدر بالمصابين بمرض أديسون اتباعها، وهي تناول الأدوية واتباع نظام غذائي معين. يتطلب الأمر تناول الأطعمة المالحة بعد ممارسة التمارين الرياضية أو التعرض للطقس الحار والرطب لتعويض الأملاح التي يفقدها الجسم عن طريق التعرق. وكذلك حمل بطاقة طبية وارتداء سوار يشير إلى الإصابة بمرض أديسون. مراقبة الوزن خاصة في حالات المعاناة من انخفاض الشهية أو التقيؤ، ويشار إلى أن استمرار هذه الحالات يستدعي التوجه للطبيب، وينصح عند مراقبة الوزن بأخذ قراءته بشكل يومي في الوقت نفسه مع ارتداء القدر ذاته من الملابس. الاحتفاظ بجرعة من الأدوية الطارئة في المنزل والعمل والمدرسة والسيارة، مع الحرص على تعليم المريض آلية أخذ الدواء بنفسه دون الاعتماد على الآخرين.